ورحمة الله وبركاته. الدورة التدريبية لإعداد المقيمين مكافحة العدوى بمراكز التأهيل الشامل. بنتكلم إن شاء الله عن التخزين الطبي الرئيسي اللي هو التخزين الطبي. طبعا التخزين الطبي نقصد فيه اللي هو التخزين الطبي الرئيسي في المركز والتخزين الفرعي اللي داخل الأقسام. أول معيار اللي هو توفر سياسات وإجراءات مكتوبة للتخزين الطبي. المعيار هذا نتأكد منه عن طريق نشوف السياسة في قسم مكافحة العدوى، نتأكد من السياسة أنها محدثة، نتأكد أنها معتمدة، نتأكد كمان أنها من مراجع معتمدة. بالنسبة للراجع في السياسة، طبعا نراجع في السياسة جميع متطلبات مكافحة العدوى في المخازن، لازم أنها تكون مكتوبة ومرتبة بشكل منظم، وتتضمن كمان المعايير الأساسية للمخازن. مثلا على سبيل المثال المساحة اللي يكون منفصل مؤمن، جيدة الصيانة والتنظيم، كمان التنظيف وابتعادها عن التلوث، وكمان إشعاعة الشمس يكون محل المكان مغلق. كمان المتطلبات اللي هي المعايير المساحات، طبعا يكون مكتوب في السياسة المساحات الأرفف، كمان الصناديق المستخدمة داخل المستودع. ضروري انها تكون شامله لجميع الشروط والمواصفات للمخزن. كمان انها تكون مفصوله تماما عن الاغراض الشخصيه والاطعمه والمشروبات، ولا توجد عناصر منتهيه الصلاحيه، وكمان لا توجد عبوات مكسوره او متسخه. الشيء الضروري في السياسه انها تكون قابله للتطبيق بالكامل. يعني يمكن تطبيق جميع عناصر السياسه والامتثال لنطاق خدمات المركز. ننتقل الآن إلى المعيار الثاني. المعيار الثاني تتراوح درجات الحرارة من 22 إلى 24 درجة مئوية، كمان الرطوبة النسبية لا تتجاوز 70%، ويتم متابعتها بشكل دوري. طبعا كيف نتأكد من المعيار هذا؟ نتأكد من المعيار هذا نشوف المستندات، وكمان نشوف المونيتر اللي هو كاشف درجات الحرارة والرطوبة. طبعا المستندات، أول شيء نراجع السجلات الرصد المنتظم اليومي لدرجات الحرارة والرطوبة النسبية خلال الشهر الماضي. يعني نشوف نطلبهم السجل لمدة شهر مضى، ونشوف درجات الحرارة اللي يسجلونها يومي، ونشوف كمان الرطوبة. مراجعة كمان سجل التدخلات التصحيحية التي تؤخذ إذا كانت القراءة لا تتطابق مع القيم المقبولة. يعني نشوف هل حصل عندهم مشكلة أول، كيف أنهم حلوها مع الصيانة، هل في مستند يوضح الشيء هذا. هذا بالنسبة للمستندات. بالنسبة للمراقبة، منطقة التخزين نشوف مكيفة مركزيا مع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، كمان نشوف أجهزة المراقبة لدرجة الحرارة الثابتة والرطوبة النسبية أنها تكون صحيحة والقيم مسجلة في سجل الإدارة، وكمان متطابقة مع القراءات الفعلية. المعيار الثالث اللي هو مناطق التخزين الطبي ذات سعة كافية يتم تنظيفها بانتظام ووضعها بعيدا عن التلوث وفتحات التهوية وأشعة الشمس مباشرة. طبعا المعيار هذا نقيمه بالمراقبة، نشوف نفس المخزن ما يكون فيه نافذة، ما يكون يتعرض لأشعة الشمس، يكون المكان نظيف، يكون المكان مفصول مؤمن بباب. طبعا هذه المعيار هذا نشوفه بالنظر. طبعا الحين عندنا أرفف التخزين تكون مصنوعة من مواد سهلة التنظيف. كيف مواد سهلة التنظيف؟ يكون فولاذ مقاوم للصدأ أو ألمنيوم أو بلاستيك صلب، يمنع منعا باتا اللي هو استخدام الأرفف الخشب. طبعا إذا تم استخدام صناديق تخزين داخل المخازن الطبية، طبعا الحين أي مستلزمات طبية تجي بكراتين المصنع، أغلبها مادة كرتون، لازم نغيرها ونحط اللي هو البلاستيك الصلب في الرفوف. ننتقل إلى المعيار الرابع، ارتفاع أرفف التخزين لا يقل عن 40 سم من السقف، 20 سم من الأرضية، 5 سم من الحائط. طبعا المعيار هذا نلاحظه عن طريق النظر. الغاية وأهمية هذا المعيار ضروري إنه يطبق في جميع المخازن الطبية، له غاية كبيرة اللي هي تسهيل عملية التنظيف.
ضروري ان ما يتكدس اي اتربه في المخازن الطبيه، فضروري هذه المسافات انها تكون مطبقه ونكون نهتم في الموضوع هذا. عندنا المعيار الخامس اللي هو يتم فصل العناصر المعقمه والنظيفه تماما، الادوات الشخصيه والاطعمه والمشروبات. طبعا ما نسمح باي ادوات شخصيه او اطعمه ومشروبات انها تدخل المخازن الطبيه، فضروري ان المخازن الطبيه تكون فقط للمستلزمات الطبيه المعقمه والنظيفه. طبعا المراقبه كيف نتاكد من انه لا يسمح الا بالمواد المعقمه والنظيفه في المستودعات الطبيه، التاكد من عدم وجود اي اغراض شخصيه واطعمه ومشروبات، كمان التاكد من عدم وجود اي عناصر او عبوات منتهيه الصلاحيه او مكسوره أو متسخة. ننتقل للمعيار الأخير اللي هو لا يتم الاحتفاظ بالمواد في صناديق الشحن الأصلية، زي ما تشوفون في الصورة أمامكم. طبعا هذا غير مقبول لأسباب كثيرة، منها اللي هو الكراتين جاذبة للرطوبة وكمان جاذبة للأتربة، فنستبدلها بصناديق البلاستيك الصلب، يكون سهل التنظيف ويكون غير قابل لجذب أي من الرطوبة أو أي عامل مؤثر آخر. شكرا لكم، بهذا نكون خلصنا من محاضرة التخزين الطبي.